إذن أهلا بكم ومباشرة مرحبا بك أستاذ دودي. كيف الحال؟ مرحبا بكم ومرحبا بكل مشاهدي طيبة في هذا الصباح الجميل إن شاء الله. الله يبارك فيك. ابحث عن المعرفة لأن المعرفة لا تبحث عنك. إحنا سعيدين جدا تنضم لنا في طاقم فاس ورد، نقدم مزيد من المعلومات والمهارات والفوائد للمشاهد الكريم. تسويق الأفكار كمدخل تعريفي، من نقول كلمة تسويق ماذا نقصد به خاصة في الوقت الراهن؟ كلمة تسويق قد تعني لبعض الناس هو البيع والشراء، ولكن تسويق بمفهوم عام هو تسويق الأفكار، هو تسويق مجموعة من الحراك الموجود. فبالتالي لما نقول تسويق، وإن كان أنا قاعد أقول في مجال الميديا صناعة أفكار، ثم بعد ذاك التسويق والترويج أو منافذ البيع في مجال الميديا تختلف من منافذ البيع في مجال السوبر ماركت. فبالتالي بيبقى كلمة تسويق هي كلمة واسعة جدا، وفي نفس الوقت هي لها معاني ودلالات فيها تأثير، فيها تشويق، فيها مقدرة على إنك تسوق شيء، أي من خلاله تقدر إنك يبقى عندك زبون معتمد، زبون ثابت، زي ما بنعمل نحن الآن في مجال الميديا. حينما نكون عندنا برنامج محدد بنعمل على تسويق لبعض الجهات، على تسويق لبعض المشاهدين، بالتالي بننتقي جمهور محدد، من خلال الجمهور بنقدر نعمل فكرة محددة، بنبدأ بعد ذاك نسوق الفكرة دي بس إن تبقى لها فيدباك فيما بعد. نعم، حتى نحن نوضح للمشاهد الكريم جملة الفوائد من هذه الفقرة بمشيئة الله، حنربطها ربطا بصحافة الموبايل، يعني تسويق الأفكار عبر صحافة الموبايل باعتباره انتشر انتشار واضح جدا، وما أصبح ما في زول ما في يده إلا في تلفون ذكي خليل يقدر يستفيد منه فائدة جيدة. صحيح. المدخل الثاني أنا حابب كمان أستاذ دودي نشير لأنه التسويق اللي بيكون للمنتجات بيعتمد على السلعة، متى ما كانت جودتها عالية، كل ما كانت هي أكثر اعتمادا وإقبالا، اعتمادا وإقبالا أكيد بلا شك. بنفس القدر بينطبق الموضوع على الأفكار، كل ما كان عرض الأفكار بطريقة فيها كثير من الاحترافية الأفكار والإبهار، نعم تحقق هو بالتالي خلينا نقول هنا كلها في كل الأحوال هي تسويق. إذا كان تسويق لمنتج محدد، منتج بيعي أو شرائي، وتسويق لفكرة محددة. فبالتالي طالما أنا عندي منتوج، عندي كنتين أو عندي بقالة فاتحة، عندي بضاعة عاوز مشتري، فبالتالي في نفس الوقت أنا بكون عندي فكرة عاوز أسويقها، بدل هنا المشتري بينه وبينه في طوالي تواصل مباشر، وبالتالي يبقى هناك في تواصل فكري، في تواصل تأثير من خلال المنتج حق الخاص. إذا كان الفكرة فكرة جمالية، إذا كان الفكرة فكرة دعوية، إذا كان الفكرة فكرة تغيير سلوك، وبالتالي يبقى هو معرفية، بالتالي يبقى هو بنفس الوقت أنا بسوق لفكرة محددة. صحيح. الغرض منها الأساس إنه والله يا أخي أنا يحصل تغيير هناك، يحصل فايدة لي أنا ك ك ك ك كصاحب سلعة غذائية، وبالتالي يبقى عندي ربح، ومن الربح أنا ممكن أشتري تاني سلعة على أساس إنه شنو بعد ذاك يبقى شنو لمزيد من التداول، من التداول المزيد من الاستمرارية. وبالتالي إنتاج الفكرة وتسويق الفكرة بيفقن برضو، طالما أنا إنتجت فكرة الليلة بقى فيها تأثير، فيها تغيير، الفيدباك بيديني إحساس إنه والله المفروض أنا أجيب منتوج آخر. صحيح. منتوج فكرة آخر، بالتالي يبقى التسويق بنفس الطريقة. طيب بعد هذه التهيئة مباشرة نتكلم عن صحافة الموبايل باعتباره متى ظهرت، يعني كمصطلح كتعريف، ومتى كانت يعني بدايتها؟ صحافة الموبايل أو صحافة المواطن، خلونا نقول في الفترة الأخيرة بقى يسموها صحافة المواطن، هي لها مدلولات كثيرة جدا جدا. هي ظهرت بداياتها كانت 2014-2015. قد يكون الانتقال الميديا أو تسارع وتيرة الإعلام الرقمي والإعلام المرئي هي أسهمت كثير جدا جدا في أن يكون هنالك ما يسمى صحافة الهاتف. سابقا، وهي امتداد طبيعي للتحولات الحاصلة في مجال الإعلام بصورة عامة. إذا قلنا والله يا أخ الفوتوغراف الآن هي بداية، الكثير من الناس الذين يستخدمون صحافة الهاتف كانوا بيبدوا بتصوير الفوتوغراف، ثم بعد ذلك فكروا في الفيديو. الفيديو ذاته كانت كلما زادت السنوات وانتقل التطور التكنولوجي، كلما زادت الكواليتي في الانتاج، في صناعه المنتوج اللي من خلاله بنقدر نحن نصور، نقدر نعمل. في 2016 كانت البدايه الحقيقيه اللي يسمى صحافه الهاتف، اللي هو كانت في بريطانيا،
وفي فرنسا. فرنسا بدوا في حاجة اسمها الفيلم الجوال، كانت في مسابقات في مهرجان كامل بدوا يصوروا بتاع، لكن كانت ما في قواعد، ما في أسس محددة لعملية الإنتاج كمنهج، بالتالي كمنهج، بالتالي كل شخص بيصور فيديو بيرسله. 2015 بالضبط 2016 كانت الانتقال الحقيقي لما يسمى بصحافة الهاتف، لأن بعد ذاك أصبح الهاتف الصورة الموجودة فيه في كواليتي عالي جدا في الاتش دي، بالتالي وجد التطبيقات وفقا للتطبيقات الموجودة عندنا في مجال الميديا، إذا كان أصلا أنا بستخدم كاميرا بصور بجي بمنتج في حاجة محددة، الآن الهاتف بيقى فيه وحدة مونتاج داخلي أو تطبيق، أنت بتنزل التطبيق نفس الفعل اللي أنت بتقوم به في وحدة المونتاج الخارجي الآن موجود في وحدة المونتاج الداخلي، وبالتالي أصبح هو مستقبل الميديا. أطلق عليه في الفترة ديك 2016 إنه هو مستقبل الميديا أو هو شنو التطور المستقبل المجال الميديا. نعم، ده طبعا بيعتمد على إنه الهاتف يكون مهيأ ومستوعب لكل التفاصيل دي طبعا. خلينا أقول لك إنه أي هاتف أي هاتف ذكي هو قادر أن يفعل ما تفعله الكاميرا الموجود حقتنا. بس بعد ذاك الكفاءة بتعتمد على حسب طريقة بعد ذاك بتعتمد الاعتماد الكلي على الـ على الـ على الـ قبل ما نتكلم عن إنتاج فكرة تسويق فكرة. خلونا نقول إنه والله يا أخ صحافة الموبايل يعني بترتكز ارتكاز كلي على صانع صانع المحتوى، صانع المحتوى. أيوة. صاحب نفس الوقت صاحب الفكرة نفس الوقت هو الاحترافية فيه. نعم. هي في البداية والنهاية هي مهارات. طالما امتلكت المهارات قادر على إنه تكون احترافيا. يعني نعم. يعني ما الزول بيكون في مجال الميديا زول يعني خلينا نقول على سبيل المثال أنتوا الآن موجودين مقدمين برامج لا عندكم إمكانيات كثيرة جدا، يعني زول فيكم عنده المقدرة على الكتابة، عنده المقدرة على قراءة الصوت، عنده العلاقة مع الـ مع الـ مع الـ مع الفيجن بتاع الكاميرا ذات الرؤية بتاعت الحاجة. بخلاف الزول العادي شايل تلفون. نعم. قد يكون في زول شايل تلفون عالي الجودة عادي لكن ما قادر يستخدمه، عادي الاستخدام، عالي الجوده لكن عادي الاستخدام، عادي الاستخدام. يجي شخص اخر عنده المهارات قادر على انه يستخدم هاتف عادي جدا جدا ناحيه كواليتي، لكن هو قادر ينتج انتاج عالي جدا وانتاج احترافي. طيب نحن اوكر معلش يا ريم غطاء في حاجات الان قدامنا شايفيننا وشايفانا يعني نحن هي سامعانا هي ما عارف نحن سامعين. دي قبليها مسبقه بسؤال انه شنو المعدات المفترض يمتلكها الشخص حتى يمارس يعني صحافه الموبايل بشكل احترافي جيد وبطريقه ممتازه. قبل الاجابه على السؤال ده، اسباب ظهور صحافه الموبايل هل كان نتيجه لعطل الكاميرا مثلا من صحفي يعني نطلع على الفكرة نطلع مشاهد على الفكرة؟ هو بدت في 2014 كان في حد الصحفيين الإيرلنديين بيغطي في مهرجان بتاع التسوق بتاع الجليد. نعم. وبالتالي أثناءهم الارتفاع لدرجات الرطوبة. نعم. حصلت بعض المشاكل في الكاميرا، مشاكل تمتكية. وبالتالي بدأ يصور بهاتفه. فكان التصوير على أساس أنه يا أخي والله يا أخي يلقط الفيديوهات، شال الفيديوهات ورجع وبدأ يمنتج، فكانت الكواليتي عالي جدا جدا. وبالتالي يعني اللحظة دي ما كانوا مفكرين والله حيمنتجوا في الهاتف، بس استخدموا عدسة الهاتف والكواليتي الهاتف إنها هي كاميرا بديل الكاميرا في نفس اللحظة. أيوه. بعد ذلك بدأت الفكرة إنه يا أخي ليه ما نطور في الموضوع ده؟ بدأ الناس تتساءل هل يا أخي أنا شايل لي هاتف فيه كاميرا جيدة، فيه مساحة بتاعة ذاكرة جيدة، وبالتالي فكروا فين والله يا أخي يعني يطوروا الحاجة دي تبقى فيها. ف 2015 زي ما قلت 2016 بدأت بعد ذاك الفكرة تدرس كمنهج جيد وبطريقة ممتازة. طيب خليل بعض حتى له علاقة بالمناسبة بثورات الربيع العربي، يمكن يكون يعني كثير من القنوات كانت معتمدة في موضوع صحيح. الأخبار على المواطن يعني. أي هناك بدت أي المواطن بدت ما يسمى بصحافة المواطن، يعني كانوا بيقولوا إنه والله يا أخي والآن هي موجودة. إذا كان في مواطن محدد في منطقة ناية جدا جدا صور فيديو هو مو محترف لكن الفيديو مضمون، الفيديو ممكن يخليك إنك يعني تتقاضى عن شنو عن الاحترافيه عن اشكاليته. لكن الان اذا بقى عندي مثلا شخص في نفس البيئه الموجود فيها الشخص العادي هو محترف ممتلك مهارات الهاتف وصور فيديو، وبالتالي يبقى مختلف تماما، يبقى احترافي، وبالتالي يبقى انا عندي المقدره كغناء انه ابسه وانا مرتاح جدا ابسه وانا قادر على ان احنا نبدا عمليا نشوف كيف ممكن الهاتف يكون في السيبه وفي الستاند. اهميه الفضول عند الانسان انه يعني انه يكتسب هذه المهاره ويمارسها بشكل جيد وبطريقه ممتازه. خلينا يعني اقول لكم انه اي شخص عاوز يحترف صحافه الهاتف يكون عنده تليفون بغض النظر عن هو شنو، يكون عنده ترايبود، يكون عنده
مايك. نعم. دي ثلاثة حاجات أساسية. دي المعدات المبدئية. المعدات الأساسية. نعم. إذا أنا ما عندي دي ما عندي، ترابط ما عندي، والهاتف والمايك ما عندي، في حاجات بسيطة جدا جدا إحنا قاعدين بتكون عندنا لكن ما قادرين نوظفها. صحيح. يعني أنا عندي تلفون، أحيانا بكون عندي سماعة اسمع بها يعني. أيوة. السماعة دي لو وجدنا السماعات العادية دي نلقى في سماعة في مايك في ميكروفون. صح. ممكن تستخدم الميكروفون بديل لشنو؟ للمايك الثاني. إذا ده خلاص وجدنا له المايك وجدنا له بديل. هو بس ده طبعا جودته أعلى. جودته أعلى. وكأنما تسخير أدواتي أنت عندك أصلا بتملكها متاحة. إذا بقى ما عندي ترايبود اليد أنا نحن هي في نفس الوقت هي ترايبود في حد ذاته. طيب كده الناس قد تكون ما عارفين والله يا أخ كيف اليد ترايبود، لكن أنا قاعد أقول دي مهارة الشخص. إذا قلنا والله يا أخي ده ترايبود بشكله ده وضعه ترايبود ده وضع الترايبود الأولي، إذا عكسنا ده قلنا ده ماف ده وضع اليد الآن في نفس المستوى ده وضع اليد. إذا أنا حنيت اليد بالتالي يبقى شنو؟ نفس الفكرة. أنا حنيت معي نفس الفكرة. ده بيبقى بتاع بيبقى باقي لي شنو؟ باقي لي ده باقي لي الخط بتاع اليد. أنا حنيتها اليد ذاتها بعد ذاك بحني جزء منها بيبقى جزء شنو؟ جزء عامل ترايبود بيبقى. طيب. ده وضع شنو؟ طيب. ده وضع الهاتف. صحيح. تشتغل ترايبود يدوي. ترايبود يدوي. ترايبود يدوي. في نفس الوقت عندي ستاند ترايبود ثابت، في نفس الوقت عندي ستاند ثبت بيدي. ثبت بيدي، يعني أنا الآن شغال عادي جدا جدا، يعني على سبيل المثال. هو بس طبعا برضو مسألة الجودة، يمكن يكون الترايبوت بيديك الثبات في الصورة وعلى الاحترافية في الترايبوت في الثبات. أيوة. يعني إذا أنا أصلا قلت والله يا أخي الآن ده الترايبوت ده اليد ده الفيديو سجل كده طيب عشان ما يتحرك بتثبت باليد ثبت بيدي كده. انا اصلا يدي ثابته وانا قادر محترف بيبقى ما عندي لكن في البدايات معرض لي انك انت الصوره تكون مهزوزه ما ثابته يعني انك انت ما تكون باحترافيه عاليه قد يكون عندك واحد من الحاجات قد يكون يدك مهزوزه كده لكن في اليد المهزوزه تبني على حاجات محدده اذا انا والله يا اخي استخدمت يدي ما قادر انا عندي وضع اخر يعني اذا دي اصابع الاثنين وضعت الاصبعين نعم والاصبع الثالث الان ده ترايبود اخر ثبات تمام يعني ده ثبات نعم. كلي الحركه بتاعت يد يعني انا الان ثابت يدي في نفس الوقت انا ممكن استخدم شنو استخدم الاصابع الثانيه شرط انه الاصابع ما تكون شنو مغطيه كامله مغطيه العدسه بالتالي يقدر الوضع طوال يد اصبعي الكبير ده عادي ضليع يعني اذا وصلت للدرجه انك والله يا اخي انك دار تكون محترف بالتالي افضل ترايبود واذا جيت ريحت والله قلت والله انا اشوف تشوف الكواليتي بتاع الصوره بنلقى انه ما فيه كلام اصلا فول اتش دي الان نعم فيديو بطريقة جيدة فيديو بطريقة جيدة ممتازة صحيح طيب أهمية عامل الروح عند الإنسان يعني إنك أنت تكون عندك شغف في إنك أنت تتعلم التصوير بالهاتف بالأدوات وبالمهارات الجيدة وبالطريقة ممكن أشوف الفيديو الممتاز جدا يعني ممكن حتى الصوت أيوة صحيح صحيح ممتاز يعني متى الانسان ما كان عنده شغف في التعلم والاكتساب وخاصه انه الفقره دي هدفها الاساسي تعليم وتمليك المشاهدين مجموعه من المهارات الاساسيه اللي بتهدف انه يستفيد ويسخر التقنيه والتكنولوجيا يحولها لمشروع بزنس وعمل يستفيد منه وينتج محتوى جيد للمشاهد هو 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 عندك تراكين يعني احنا في مجال الميديا اصلا قاعدين نقول والله يا اخي انه احيانا انت عندك فكره قبل نتكلم عن تسويق اذا انا عندي فيلم محدد ما عندي المقدره على انه والله يا اخي انا اجد شركه كبرى انه تقوم تنتج الفيلم عشان تسوقه لكن انا من خلال الهاتف انا ممكن انتج تقريري انتج فيلمي بعد ذاك انا اسوقه يبقى بعد ذاك في عائد شنو؟ في عائد مادي خلونا نمشي بعد من كده الان اذا الكاميرا فيها عدسات الموبايل عنده عدسات نعم الان دي عدسات تعمل نفس العمل اللي بتعمله الكاميرا تعمل العدسات الاخرى نعم طيب دي دائما واحده من الحاجات الاساسيه اللي بتستغل استغلال جيد وبطريقه ممتازه نعم فيها كثير من الفوائد والكسب المعرفي. توفر المعدات دي يا استاذ دودي الان ممكن يعني يكون بكل بساطه يعني مش كده متوفره الان انت دي متوفره جدا يعني انت ممكن انت تكون عندك حتى يحصل تغيير يعني هسه خليك جيب افتح الهاتف الثاني نبقى عمليين يعني اي هاتف فيه بعدين كاميرته بعد ذاك تبقى مساله الاسعار يا صدق تبقى بعد ذاك تكون غالي تبقى بعد اي يعني حسب الجوده طبعا حسب الجوده حسب بعض الاشياء الاخرى يعني طيب دي العدسه الان باعتبار انه الكاميرا فيها
موضوع العدسات، والعدسات طبعا بتدينا بعد ذاك تفاصيل ثانيه فيما يتعلق بجودة الصورة. نعم صحيح. ايوه نعم دي كلها يا اخي بعد شكل مختلف دي العدسة. أيوة صحيح. متى ما سخرت التسخير الجيد وتمت الاستفادة منها بطريقة ممتازة، الزول بيقدر يستفيد من التغنية بطريقة جيدة. طيب عامل المنافسة حتى اللايت، يعني ذا اللايت إذا أصلا أنا في مكان عندي مشكلة بتاعت إضاءة، عندي مشكلة بتاعت وين عادي جدا جدا أنك شنو تولع الإضاءة بتاعتها وارق وحتى الإضاءة بتشحن، يعني عندك حتى هو ذاته موجود فيه، يعني بتشحن هو ذاته وكذا وبتشتغل. الأدوات دي أسعارها يعني في متناول، هو في متناول اليد، لكن بعد ذلك بتبقى الفكرة بين الفكرة في في زول شايل، في زول داير يحترف صحافة الموبايل. نعم. وخاصة أنا قاعد أقول إنه الزملاء في مجال الإعلام هم أقرب إلى ذلك، لأن الآن 2020 بدأ التفكير في ما يسمى بالتي في موبايل. تي في موبايل صحيح. اللي هو التلفزيون المحمول. نعم. فبالتالي حتى على مستوى التطبيقات. الآن بقى عندنا الفيسبوك، التويتر، الانستغرام، شوف تطبيقات كل الوسائط والوسائل، كل الوسائط انت من خلال الوسائط دي الآن نادر تلقى انه زول يقعد له 3 ساعات عشان يشاهد برنامج متكامل، لكن من خلال تلفونه هو ماشي ممكن يشاهد برنامج 24 ساعة هو بشاهد، بيبقى ما عنده مشكلة. فبالتالي الآن بدأ التفكير في انه والله مستقبل الميديا تبنى على انه والله يا صحافة الهاتف او الهاتف المحمول هو واحد من الوسائل او واحد من الآليات اللي ممكن من خلالها انا اقدر أثر في المشاهد بتاعي، أثر في تغيير الشخص المحدد، يعني حتى على مستوى تغيير السلوك، على مستوى الدعوة. احيانا ممكن يكون في شخص محدد عنده المقدره، شيخ محدد، زول داعيه محدد، يجيب ترايبود بتاعه، يجيب مايك بتاعه، يعمل استوديو خاص، في البيت بتاعه، ويبدا ينتج ويرسل عبر الوسائط. يبقى هو الان عمل قناه خاصه حقته، بالتالي ممكن كل يوم ينزل ساعه او 25 دقيقه يتكلم في حاجه محدده جدا جدا، فجاه بيلقى نوع، خاصه في الفيسبوك اذا كان عنده مثلا 5000 صديق في الفيسبوك، بالتالي بيكون مشاهدة عالية جدا مستمرة، بيبقى بعد ذلك واحد من الحاجات. طيب بعد المسألة بتاع الثقة، كيف تعزز الثقة في صحافة المواطنة والموبايل حتى تنساب وتنتشر؟ دي حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا. احنا قاعدين نقول لكل الناس حتى اللي قاعدين يجوا يتدربوا وكذا، قاعدين نقول لهم والله يا اخوانا في حالتين مهمين، المهنية والأخلاقية. نعم. لو ما في مهنية بيبقى ما في أخلاقية. دائما هذا الناس اللي بيشتغلوا، يعني انا ممكن اكون زور عندي قناه او شغال في قناه محدده، ما كل فيديو بيتم ارساله انا ممكن ابثه، ولا كل منتوج اذا كان فيلمي او تقرير تلفزيوني انا ممكن شنو انتجه او ابثه. وبالتالي يبقى عندي المراسل بتاعي انا برسل لي، اذا كان هو زور محترف وزور عنده اخلاقيه عنده مهنيه، بالتالي بيكون عندي المقدره عنه والله يا اخي انا ممكن ابثه له. صحيح. يبقى بعد ذاك انه كيف تثق في الاخر، كيف الناس تستخدم الهاتف، يبقى ده حاجه عندها علاقه شنو في المهنيه والاخلاقيه، وكيف تكون انت مقنع في مادتك او فكرتك ذاتها اللي انت بتعرضها، يعني لان هي دي يبدو لي صمام الامانه الوحيد جدا، انك انت يعني قدرت اقنعت الناس بمحتوى الماده اللي انت بتقدمها. خلينا الفكره وقعت له. بالتالي ايوه، بالتالي انت ما هي في النهايه الفكره حقتك انت، انت منتج اي حاجه بتعملها انت، ودي الحاجه دي بتضاعف يعني المسؤوليه عندك بالمناسبه. أيوة. كون انت بتقوم بكل المهام، انت حر مستقل، شوف انت حر، التليفون حقي الفكره حقتك انت، اللي بتصور انت، اللي بتمنتج والوسائل، انت اللي بترتب، انت اللي بترتب كل الحاجات بتعملها انت، اللي بيعملها معاك 5 أنفار 6 أنفار في فريق تلفزيوني بتعملها انت براك. فبالتالي بيبقى خوفك انت على ضميرك وكذا بتبقى هي اساس جدا جدا في انتاجك. طيب يعني السؤال اللي بيتبادر في اذهان كثير من الناس اللي بيشاهدونا الان، ربما مش على مستوى الصحافه الحاليه المتعلقه بالتقنيه وكذا، حتى فيما يتعلق بالوسائط القديمه يعني الاذاعه او التلفزيون، بيقول لك يا اخي انا طيب القى العائد المادي كيف؟ ممكن اشرنا للموضوع ده، لكن خلينا نرجع له ثاني في تفصيل اكثر. يعني يقول لك يعني انا اشتغلت وجبت الاجهزه كلها وعملتها وبثيت، حالقى القروش من وين؟ في حاجتين مهمه جدا جدا، يعني في خلينا انا اكون اكثر وضوحا واكثر شفافيه. يعني طوال وده هدف الاحداث. انا شخصيا من 2016 بعد ما جيت راجع من برا 2016 بديت اشتغل على صحافه الهاتف، ليس كشكل ربحي، بل كان بالنسبه لي اصبح هم وشغل شاغل في مجال التغيير الحاصل في العالم.
والتأثير اللي بيحصل وكذا يعني. وأحيانا أنا قد أكون موجود في بيئة أو في منطقة فيها أفكار جيدة جدا لكن ما عندي الإمكانين والله يا أخي، أنا أجر كاميرات أعمل كذا أجيب ناس معي وكذا وكذا، في الناحية أدفع لهذول حق عندي مشكلة. لكن لما بدأت أشتغل بالهاتف كل ما مشيت لقدام بدأت واشتغلت على الأونلاين مع بعض الجهات وبعض المؤسسات وكذا، أنا الآن خلينا نكون واضح جدا يعني إذا أنا اشتريت الهاتف ده ب7000 أنا في خلال يوم واليوم الثاني ممكن أرجع مضاعف مضاعف. نعم. يعني أنا أهم حاجة إنك إذا أصلا تفكرت في العائد المادي تفكر في الفكرة الكبيرة تقولها الجودة، فكرة الجودة. الفكرة المقدرة إنك تسويها، يعني أنا مثلا أنتج فيلم محدد أو أنتج تقرير محدد أقول لناس والله يا أخي أنا عندي تقرير عن الحاجة الفلانية للبي بي سي، والأسبوع القبل القبل الفات في الشاهد عندنا واحد من طلابي اللي أنا كنت درستهم في صحافة الهاتف في السودان عنده تقرير جابه في تخرج به في الكورس الآن بس على الشاهد، لأنه كان كل انطبقت كل المهارات الموجودة المواصفات الموجودة في التقرير التلفزيوني كانت موجودة فيه، كواليتي التناول الكذا 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 كان موجود. قد يكون هو رسله كهاوي لكن الآن هو أصبح بالنسبة لبرنامج الشاهد للبي بي سي هو مراسل في السودان، وبالتالي قد المرة الأولى أنا ما أكسب مادي لكن المرة الثانية أنا ممكن أكسب مادي، ممكن أكسب قناة بحالة أبقى أنا مراسل، لأن القنوات الآن بدأت تفكر حتى الجزيرة وحتى البي بي سي في الدول الأفريقية في الدول البعيدة جدا بدل يعمل لي أخ مكتب وتفاصيل أعمل لي زول واحد أدرب زول واحد، الآن قناة الجزيرة بدرب في سنوف في مركزهم ناس مع على صحافة الهاتف بيبقى عندهم منهج شغالين عليه، بيبقى بعد ذاك أنا بدل أجيب للسودان مكتب وأجيب ده يكون عندي شخص واحد يبقى مدير المكتب ده هو المحرر هو هو المونتاج هو كده وعنده تلفون اشتريت التلفون لو انا بكواليتي محدد بكده محدد نفس الكواليتي بيصلني، بالتالي يبقى انا قللت من التكلفه لكن في نفس الوقت اديت زول اخر عائد. في نفس الوقت اذا انا دار اسوق نفسي كفرد وحر ومستغل يبقى انا يكون عندي اخلاقيه ومهنيه، بالتالي انتج تقارير المره الاولى والثانيه وارسل ان شاء الله لقنوات فضائيه بس عشان يبقى انا تدريجيا. في نفس الوقت ممكن اشتغل اعلانات دخل ممكن اعمل قناه خاصه بي نزل فيها افلام انتجها افلام وتقارير وبعد شويه القنوات دي في الاونلاين او القنوات بتاعها فيها عائد مادي. نعم. في معلنين في كذا في كذا بترجع الجزء المادي صح في كل يعني مضمونه هي مضمونه. طيب في كل الدورات والبرامج اللي بتقدمها دائما بتركز على الشق الايجابي من الاستخدام، يعني ما نستخدم استخدام سلبي ممكن يكون يعني يضر بالامن القومي المشاكل الكثيره اللي بتجيب مشاكل البلد. هو مهم جدا والله مهم جدا، انا قاعد اقول انه الهاتف هو صحيح شخص شيء خاص عندك انت لكن اهم حاجه الضمير والانسانيه، انا قاعد اركز على العامل الانساني، فبالتالي بيبقى في حياه مهمه جدا جدا. يعني اذا كان في ذو شغال عن السودان في المجال بتاع البي او المجال السياحي اخواننا ما كل الحاجات هي سيئه، قد يكون في شكل محدد لحاجه ما جميله لكن فيها جزء في جوهره في حاجه اجمل واروع ممكن فيها تاثير. اصلا الهاتف او الميديا بصوره عامه بتبني على حاجتين، على التاثير والتغيير. التاثير انك تقدر تاثر في مشاهد في مجموعه محدده في حاجه محدده، التغيير انك تقدر تقول اغير سلوك من سلوك الى سلوك، وبالتالي يبقى شيء ايجابي ممكن اتغير الا اذا تاثرت الا تاثرت صحيح يبقى شيء ايجابي، وبالتالي اذا انت فكرت تفكير سليم انك والله يا اخي انا داير اشتغل بضميري ترى يبقى ما في مشكله، ترى يبقى احنا استخدمنا استخدام سليم. الان في حاجات كثيره موجوده في على وسائل التواصل الاجتماعي اول انت ما تعين لها كده تحس انه ده كلام فارغ. طبعا العقل ذاته مرات بيميز الاشياء لكن في زول ممكن يديني فيديو او يديني تدريب بكواليتي عاليه جدا جدا، بالتالي يبقى هو ده مؤثر فيني حتى بعد ذلك. يقولون والله انه يا اخي الان الفضاء اصبح مفتوح، اصبحت وسائل التواصل ممكن اي زول يشاهد اي حاجه، يعني ممكن اي زول النافع والقص كله ممكن تترسل سوا. نعم. لكن في العقل بيميز. لكن تميز. اي العقل بيميز. طيب قدمت دورات بداخل السودان كثيره جدا وخارج البلاد قدمتها ما شاء الله، مثلت السودان كثير. ما هو تقييمك لنا كسودانيين فيما يتعلق باستخدام الهاتف الذكي كشق ايجابي او كجزئيه ايجابيه؟ خليني اكون اكثر وضوحا. انا اشتغلت دوره في اسوبيا جارتنا القريبه. الإخوة الأسوبيين في مجال الإعلام خاصة الشباب مولعين جدا جدا بالتدريب والتطور. احنا ما عندنا صراحة. قد يكون عندنا عقول، عندنا ناس بتفكر كويس، عندنا ناس ممكن تكون جيدة جدا لكن في حدود محددة، يعني ما بننتقي، ما بنفكر في المستقبل، ما بنقدر نسوق السودان. يعني السودان ده الآن الموجود في السودان كصورة كأفكار
ما لاقي تسويق. قبل الكلام اللي نقول فيه بديت بيه التسويق ده، يعني صورة السودان في الخارج بأن تسوق. تسوق كيف؟ دي مسؤولية. ده يزوم من تسويق الأفكار ذا. تسويق الأفكار. بالتالي نلقى الناس البرة يعني، يعني برضو مشيت أريتريا برضو في نفس صحافة الهاتف، برضو جنوب السودان فترة بعد أسبوع، بلقى إنه الناس مولعين بالحاجة دي. يعني أنا لا زال عندي طلاب في أثيوبيا بتواصلين معي. يعني أول ما أنا مسافر إنه عملوا جروب بتاع واتساب، الآن بيصبح أوبن، بيعملوا أي حاجة. يعني في حاجات أنا اكتشفتها صراحة بعد ما جيت هنا، يعني مع الاستمرارية ومع كذا ما كذا، اكتشفت إن حياتي في الهاتف ده خطيرة جدا جدا. هم كانوا بيراسلوني يعني بقول لهم والله يا أخي والله نحن في مشكلة حصلت لنا حياتي فلانية، بقول لهم يا أخي أرجعوا عملوا كذا، برسل لهم يعني ببدأ عامل بسجل بصور الموضوع زي ما هو برسل الواتساب بقول لهم والله يا إخوانا شاهدوا معي. الآن بيجوا يشتغلوا، في ناس الآن بدوا يدربوا هم ذاتهم على في المجال ده، لأن عندهم القابلية. نحن هنا خلاف ذلك، يعني قد تجد شخص مجموعة فيها 40-50 نفر أو 20 نفر، هم جدالين يعرفوا يمتلكوا المهارات، لكن بعد ذاك مش ما بواصلوا. تبقى بعد ذاك أستاذ دودي الجدية، الاجتهاد، المعرفة، في إنه الإنسان لازم يتدرب ويكتسب المعرفة حتى بعد ذاك يقدر يوظف كل الأشياء دي توظيف سليم بالنسبة له، خادم لشخصه وكمان لبلده ولمجتمعه ومطور لكل الأفكار. حقيقة يعني الموضوع محتاج إنه الناس تمشي فيه بطريقة سليمة. يمكن يكون الآن الحرية حتى والتشريعات نفسها أو القوانين الخاصة بالإعلام بدأت تتغير، يعني بدأت يعني ما عاد حارس البوابة وما عادت كل الأشياء القديمة يعني كانت موجودة. الآن الناس بتنشر الأفكار، الآن حارس البوابة أصبح هو الضمير يعني. نعم، الضمير. بالتالي يعني أي بوابة بقت الآن مفتوحة، يعني خاصة مع تطور العالم، مع الإنترنت المفتوح، مع وسائل التواصل بقت الأوبن، كلها بقت الآن بقى أنت بس. السؤال المخيف يعني الآن وفارض نفسه بقوة، يعني هو مخيف للمستقبل أكيد. يعني. هو خوف إيجابي طبعا، خوف إيجابي أنك أنت كيف تقدر تتماشى معاه. اللي هو إلى أين يعني تذهب كل الصحافة وتذهب كل الأشياء دي؟ الحاجة دي ماشية لوين؟ حدها وين؟ والله حدها قد يكون مع نهاية الحياة، يعني هو تطور طبيعي للحياة يعني، فبالتالي يبقى بس متسارع شديد يعني. ضيقة على الحياة. الحياة الآن أصبحت في وتيرة التسارع. بالمناسبة يعني إذا نظرت لدائرة الزمن من خلال مؤشر الساعة، بتلقى الحركة الكونية ذاتها هي متسارعة متحركة. فبالتالي بيبقى أي مجال، اي حتى العمر، يعني تلقى الزول بعد شويه راسه تصهر شيبه واحده، بعد شيء كله يبقى بعد ذاك شيء. التسارع الحاصل ده هو تسارع في مجال الميديا. يعني الان اذا مشيت قد يكون في الان حتى في الشركات اللي بتصنع الكاميرات السونيو الكونن كده، الان بدات تركز على الهواتف، وفي الهواتف بدا يركزوا على الكواليتي بتاع العدسه. يعني البودي بقى ما مشكله، بقى ما داخل الهاتف. فبالتالي بقى بيقول ان ينتجوا كاميرات الان في صوره 4K في الهاتف. اذا كان احنا نتكلم عن 4K باعتباره اخر تقنيه واصله الان في مجال الكاميرات، مجال التصوير، مجال الكواليتي الان موجوده. في فول اتش دي الان بيتكلم عن العالم حيتحول للاتش دي والفول اتش دي، الهاتف الان فول اتش دي. فبالتالي بقى ده التحول الان الماشي، يعني حتى المؤسسات حتى في المؤسسات نلقى الان المؤسسات ذاتها المفروض تتحول اتش دي. يعني اذا انا جاي خاش لمؤسسه محدده الان تستخدم البصمه. الان بصمه اصبع قد يكون بعد سنه 2018 يكون بصمه عين. يعني اذا انا خاشي قناه طيبه، اذا اصلا انت ما قلتوا لي ما اديتوني، انا رسلت لكم صوره من عيني وخطوتها بتاع، اجي اقول لهم سوري، حيكون ما في زول قاعد في الاستقبال، تبقى بالعين بتمشي، كلها مبنيه على التحول الحاصل في المجال الالكتروني. وشخصي واحد يكون متحكم على القصه، شخص واحد يكون متحكم. نعم. كل الصراعات الان اللي بيشهدها العالم من شد وجذب مبنيه على العروش. يعني هل ممكن التقنيه صحافه الموبايل تهدد عرش الاعلام التقليدي بشكل واضح، يعني يؤدي الى الغاء دوره، ولا ممكن ينخفض بدرجات او تستوعبه معاه؟ اي قطعا لا يعني الاعلام التقليدي حيظل هو الاعلام التقليدي كاعلام مؤسسات. حيظل هو مؤسسات موجود، حيظل الصحافه الورقية كمؤسسة كصحيفة موجودة،
لكن لابد يكون هناك في توازي صح في مجال الالكتروني. صحيح. الالكترونية القنوات بنفس الطريقة. الان احنا ممكن يكون عندنا قنوات القناة كقناة طيبة الان كمبنى كهيكل اداري ككذا حيكون موجود، لكن 2020 اذا ما انتقلوا مع التطور الحاصل في مجال الفول اتش دي ومجال الميديا ومجال صحافه الهاتف حيظلوا هم موجودين، لكن الناس حتكون تسارع تكون شنو هم ما حتلقى مشاهد يعني ده الوتيره الحاصله. لكن طيب. من ناحيه التحول حيبقى في تحول كبير جدا جدا. احنا باقي لنا دقيقتين لنهايه الفقره، ففيها يعني ممكن المساحه متروكه لك حبي وصايا يعني لكل من يرغب في اتقان واحتراف مهاره صحافه المباحث. خليني اقول لزملائي اعتبار انه زول جزء من المجال الاعلامي نصيحه. التسارع الحاصل في مجال الميديا محتاج انه احنا نتسارع معه. قد يكون في شخص يملك مهارات لغويه، مهارات تفكيريه، لكن ما قادر انه الله يسوقها لانه ما عنده الامكانيات، لكن الان طالما عندك الهاتف في يدك ممكن تسوق افكارك. الحاجه الثانيه خلونا اقول انه لكل اعلامي أو لكل مؤسسة إعلامية يجب أن نسوق صورة السودان إلى العالم بشكلها الإيجابي بشكلها السلبي. في النهاية ده نحن، وأنا شاكر جدا جدا لقناة طيبة ولكل العاملين بها ولكل مشاهدينا. نعم. وأقول إن والله دعربون صداقة بيننا وبينهم إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. والله نحن كنا الأسعد، وإن شاء الله تعالى يعني تكون أديت فائدة بالنسبة لكثير من الناس اللي شاهدونا وأفكار جديدة يعني. تبدأ تحرك بعض. أيوة. يعني الأفكار إنه الإنسان يبدأ يسخر بجد الحاجة اللي هو بيحمله أنا المتاحة سرعة غالية وثمينة الهاتف الذكي. شكرا جزيلا. نعم. أستاذنا دودي جمعة أجبر على هذه المساحة والإضاءة الصباحية الجيدة الممتازة. شكرا جزيلا. شكرا لك.